السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قراءة في لائحة المنتخب المغربي التي أعلن عليها الناخب الوطني وليد الركراكي لمباراتين الوديتين ضد تشيلي وباراغواي استعدادا للمونديال القطري 2022. اللائحة عرفت بعض التغييرات ووجوه جديدة كالمناداة على حمزة المساوي الظهير الأيسر لنهضة بركان. المساوي استحق الحضور في اللائحة النهائية نظرا لما يقدمه مع نهضة بركان. ووجه آخر داخل المنتخب الوطني هو الصابري لاعب سامبدوريا الإيطالي الذي يقدم أداء رائعا حاليا في الكاتشيو، وعودة القديم يونس بالهندا الذي أعاد شيئا من إمكانياته السابقة في الدور التركي، ودون نسيان عودة حكيم زياش بعد غياب طويل بسبب مشاكل مع المدرب السابق للمنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش، وعودة عبد الصمد الزلزولي الذي انتقل من برشلونة إلى أوساسونا بنظام الإعارة. والاسم الجديد داخل المنتخب المغربي وليد شديرة المتألق في الدرجة الثانية الإيطالية مع باري، ويعتبر ربح كبير للمنتخب الوطني. وأبقى الناخب الوطني على بعض الأسماء التي كان الجمهور المغربي غير راضي عن أدائها، وهم منير الحدادي الذي تساءل الكل عن وجوده دائما داخل لائحة الأسود، علما أنه يعاني من عدم الجاهزية بسبب عدم الاعتماد عليه فريقه، ويوسف النصيري وأيوب الكعبي لتراجع مستويهما. وتساءل الجمهور المغربي عن مواصلة مدرب المنتخب المغربي تجاهل الهداف عبد الرزاق حمد الله. وجوابا على ذلك قال وليد الركراكي أن حمد الله حاليا غير جاهز للعب داخل المنتخب المغربي. هذه قراءات شاملة عن الوجوه الجديدة والعائدة إلى أحضان المنتخب المغربي.